عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هكلمكم فيه عن ديتوكس. انا بفضله جدا عن اي انواع ديتوكس تانية. بحس ان الديتوكس ده خفيف وبيساعد على نزول الوزن، وزي ما انتوا شايفين في عنوان الفيديو، ديتوكس ممكن ينزلك من كيلو لاتنين في اسبوع واحد. خلينا نبدأ مع بعض بالمكونات. مكونات بسيطة وموجودة في اي حتة. هتحتاجي البرتقال والمعلقة جنزبيل ونعناع فريش والليمون. هنحط ليمونة واحدة على البرتقالة واحدة. هنقطع البرتقال شرايح وهنقطع الليمون شرايح. البرتقال هنحب ان احنا نقطعه بالنص علشان يدخل جوه الازازة. هنحتاج ازازة تقريبا لتر، علشان انتي محتاجة تشربي على الاقل لتر من الديتوكس ده في اليوم. فانتي هتجيبي ازازة مقاسها لتر وهتحطي فيها المكونات. هنحط اول حاجة الجنزبيل الباودر، بعدين هنجيب النعناع، طبعا لازم نحطه، وبعدين نحط ليمون، بعدين نجيب برتقال. هنحط نص البرتقانة ونحط باقي الليمون، بعدين باقي البرتقال، بعدين هنجيب كوباية معيار كده او براحتك. انا عيرت دي تقريبا 500 ملي، وهرجع ازود تاني، يعني تقريبا كده الازازة الواحدة هتاخد معايا تقريبا من 600 ل 650 ملي لتر، يعني تقريبا نص لتر مية. عشان كده انا هعمل ازازتين، مش هعمل ازازة واحدة. بنفس الطريقة هحط الجنزبيل والليمون والنعناع، وهحط نص البرتقانة وباقي الليمونة والنص التاني من البرتقانة، وبعدين هحط المية بالمعيار بتاعي، وبعدين هقفل الازازة كويس وارجعها كويس علشان الجنزبيل والنعناع والليمون وكل حاجة تتخلط مع بعض. وهحط الازازتين دول في التلاجة لمدة يوم، وهتشربيهم تاني يوم. احسن وقت انك تشربي فيه الديتوكس هو اول ما تصحي من النوم وساعة العصر، يعني بعد الغداء او قبل الغداء على طول، وطبعا بعد العشاء. الديتوكس ده من اكتر الديتوكس اللي انا حبيتها، طعمها لذيذ جدا. في ديتوكس تاني بالخيار، هتشيلي بدل البرتقال هتحطي خيار، ولو انت حابه ان الديتوكس يكون مسكر شويه ممكن تحطي عسل. ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.